استحضر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف مشاركة وليد الكرتي اللاعب الحالي لفريق بيراميدز المصري رفقة فريقه السابق الوداد الرياضي في مسابقة دوري ابطال افريقيا. وذكر الكاف متابعي صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالفترة التي خاضها اللاعب الكرتي رفقة فريقه السابق الوداد الرياضي، ونشر الجهاز المذكور صورة اللاعب الكرتي بقميص فريق الوداد الرياضي وطرح وعلق على الصورة بالقول: ما هي اللحظة المفضلة لديك للنجم المغربي؟ وقاد وليد الكرتي فريقه السابق الوداد الرياضي إلى التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على الأهلي المصري 1-0 إيابا بعد التعادل 1-1 في برج العرب بالقاهرة.